إذاعة سلطنة عمان. كتاب أعجبني. في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم. أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء. روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا. جدا جدا هذا من الأشياء التي تميز الكتاب. كتاب وصف بأنه مهم جدا. ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني. مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل، تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن. هذا الكتاب أفادني وجددني وسرع في أوصالي. كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. يغلف الكتب حمد بن سعيد الحبسي. أعزائنا أهلا بكم، موعدنا اليوم مع كتاب يقول مؤلفه في مقدمته إنه ليس بصدد كتابة تاريخ آخر للمكتبات أو إضافة مجلد آخر واسع في علم المكتبات كما فعل كثير من الباحثين والدارسين في هذا الموضوع، بل إنه كتب هذا المؤلف في بيان عشقه للمكتبات كي يسجل فقط وقائع دهشته وينظر فيما تمثله المكتبة بعالمها الرحب الواسع من حياة مثالية للإنسان. وقد تطرق هذا الكتاب إلى موضوعات موسعة متعلقة بالولع بالمكتبات وتأثيرها في الفكر الإنساني، متشعبا في إيراد العلاقات الحيوية التي تربط بين المكتبة وصاحبها، كل ذلك في أسلوب يجمع بين التشويق والسرد الإبداعي وبشكل لا يخلو من المعلومة الموثقة والصورة الموضحة مع ضرب العديد من الأمثلة. إننا نتحدث عن كتاب المكتبة في الليل للكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل، الذي صدرت ترجمته العربية عن دار المدى السورية بترجمة عباس المفرجي. هذا الكتاب سنتناوله في هذه الحلقة بصحبة الكاتب أحمد النوفلي. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك أستاذ سليمان. أهلا بك. اخترت لنا هذه المرة كتاب المكتبة في الليل. نعم. لماذا؟ طبعا المكتبة في الليل، أنا في البداية شدني عنوان الكتاب في المعرض فتصفحت الكتاب، وخاصة أني قرأت للكاتب قبل ذلك كتاب آخر تاريخ القراءة وأعجبت بإطروحاته هناك. نعم، قدمنا في هذا البرنامج. جميل، فانتهزت هذه الفرصة فاشتريت هذا الكتاب وأعجبت به كثيرا، وخاصة أن المكتبة بالليل لها جوها ولها لذتها ولها متعتها مع من جرب القراءة والجلوس بين الكتب بالليل. نعم، بما أنك ذكرت العنوان سأسألك عن العنوان قبل المؤلف. المكتبة في الليل، لماذا هذا العنوان؟ طبعا المكتبة في الليل، هذا العنوان يوحي إلى حلاوة القراءة بالليل ومتعة الكاتب ألبرتو مانغويل حينما يجلس في مكتبته. هو طبعا يقرأ بالليل. هو يقرأ بالليل، حتى أنه يعني من ضمن عباراته في الكتاب يقول: لكن في الليل يتبدل الجو، الأصوات تمسي مكتومة والأفكار يعلو صوتها. أيضا يقول: يبدو الوقت أقرب لتلك اللحظة بين النوم واليقظة، والتي يغدو فيها إعادة تخيل العالم سهلا. أحس بحركاتي دفينة من غير قصد، ونشاطي سري، وأتحول إلى ما يشبه الشبح. تشكل الكتب الآن الحضور الواقعي، وأنا القارئ الذي يكون عبر الطقوس الصوفية للحروف شبه المرئية مغويا ومقادا لكتاب معين وصفحة معينة. أيضا أريد أن أضيف عبارته حول الفهرس، يقول: يغدو في الليل تقليدا ليس إلا، حيث يفقد هيبته في الظلام. مع هذا فإن مكتبتي الخاصة ليس لها فهرس
سلطوي. طبعا بعد ذلك تحدث عن سلطة الكتاب وترتيبه وإعداده. نعم لكي لا نضيع الوقت أيضا في سبب تسمية الكتاب. نعم. عندنا ربع ساعة فقط. جميل. لو تذكر المستمعين أيضا بألبرتو مانغويل. نعم بالنسبة إلى ألبرتو مانغويل من حيث شخصيته ومن هو يعني ككاتب، هو كاتب ومترجم ومحرر صحفي أرجنتيني طبعا مقيم في باريس من مواليد 1948، له العديد من الكتابات الإبداعية والنقدية بخصوص هذه الكتابات طبعا تختص بعالم الكتب والقراءة. من أهم مؤلفاته طبعا تاريخ القراءة وكتاب المياه السوداء وكتاب الأدب الخيالي وكتاب مع بورخيس وكتاب مدينة الكلمات وأيضا يوميات القراءة وكتاب ممتع جدا. هناك كتاب آخر اسمه قاموس الأماكن السحرية وغرفة مليئة بالألعاب، وأخيرا أيضا كتاب حاسوب القديس أغسطين. هناك كتابات طبعا أخرى لا داعي لذكرها. جميل. طبعا هذا الكتاب المكتبة في الليل يعني ألفه من وحي العلاقة الحميمة مع مكتبته يعني. نعم. فدعنا إذا نأخذ فكرة عامة عن ما يقدمه هذا الكتاب. نعم. بالنسبة إلى الكتاب طبعا كما ذكرت يتحدث عن المكتبة في الليل، وهو تناوله الكاتب في عدة محاور أو عدة نقاط كفهرس الكتاب على حسب المواضيع التي تهم القارئ. أنا أعتبر المواضيع التي تناولها يكاد أنه تحدث عن المكتبة من جميع أشكالها ووجهها. نعم. ومواضيعها. نعم. فتناولها من المكتبة كأسطورة والمكتبة ترتيبا والمكتبة مكانا، كذلك سلطة المكتبة والمكتبة طيفا وشكل المكتبة أيضا والمكتبة كعامل صدفة، لأن أحيانا الإنسان تصادف معلومة أو حكمة أو كنز في هذه المكتبة. والمكتبة أيضا اعتبرها ورشة عمل، والمكتبة عقلا والمكتبة جزيرة والمكتبة وسيلة بقاء والمكتبة والنسيان أيضا والمكتبة خيالا والمكتبة كهوية، واعتبر المكتبة أيضا وطنا. جميل. هذه العناوين، الجميل أنه كل عنوان من العنوان العناوين التي تفضلت بها أفرد له فصلا وتحدث عنه بشكل مسهب وأورد أمثلة وضرب أمثلة بكتب وأسماء ومؤلفين وشخصيات. طبعا لا نستطيع أن نمر عليها جميعها، ولكن دعنا ننتقي بعض هذه العناوين. نعم. لنقدمها للمستمع. مثلا فصل المكتبة ترتيبا. نعم. يتحدث فيه عن ترتيب الكتب. حاول هو في ترتيب الكتب يعرض نماذج من مكتبته وأيضا من المكتبات الأخرى، فمثلا هناك بعض الترتيب لا يعجبه، يقول لكن هناك يعني مثلا ترتيب الكتب على شكل الأحجام الصغيرة، ترتب الكتب على أحجامها الصغيرة. يقول لكن هذا الترتيب كان أحيانا لا يرضيني، لأنه كان يقوم به سابقا، فقد كنت أعيد تنظيم كتبي حسب المواضيع، حكايات خرافية على رف، قصص مغامرات على آخر، كتب علمية ورحلات على رف ثالث، شعر على الرابع، سير حياة على الخامس، وأحيانا من أجل التغيير كنت أجمع كتبي حسب اللغات أو حسب الألوان أو طبقا لمدى ولعي بها. طبعا هذا الترتيب هو في الحقيقة ترتيب جميل، يشير إلى أن هناك ترتيب على حسب المواضيع أو ترتيب على حسب الألوان أو ترتيب على حسب اللغات، قد تكون الكتب باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الألمانية. هو ينظر إلى أن الترتيب يولد الترتيب، ما أن يصبح التصنيف محققا حتى يؤدي إلى تصنيف آخر، حيث ليس هناك منهج للفهرسة سواء على الرف أو على الورق بوسعه أن يكون مثاليا أبدا. نعم. طبعا ويذكر أيضا أنه وفق هذا الترتيب في زياراته لمكتبات أصدقائه حول العالم وجد أحيانا تصنيفات غريبة، مثلا كتاب المركب السكران لرامبو تحت قسم الملاحة، كتاب دانيال ديف روبنسون كروزو تحت أدب الرحلات، كتاب ماري مكارثي طيور أمريكا تحت علم الطيور، وكتاب يعني عالم الاجتماع كلود ليفي شتراوس النيء والمطبوخ وجده تحت قسم الطبخ، بينما هو يعني كتاب طبعا. نعم. علم الاجتماع أيضا وضع هناك بعض النماذج من الترتيب، يقول هناك ترتيب حسب الحروف الأبجدية أو حسب القارات أو البلدان أو حسب الألوان،
حتى هناك ترتيب حسب تاريخ الشراء أو حسب شكل الكتاب أو حسب النوع أو حسب اللغة أو حسب أولية القراءة أو حسب التسلسل. جميل، دعنا ننتقل نقفز على المكتبة مكانا وترتيب لنتحدث عن المكتبة كسلطة. يعني تعرف طبعا أنه الكتب وادعاء المعرفة يمنح سلطة إضافية لصاحبها، يعني ولذلك مثلا يتحدث أن السياسيين كثيرا ما تكون لهم مكتبات ويعني يدعون القراءة ويقرؤون، يعني طبعا ليس فقط كادعاء. فحدثنا كيف تكلم عن المكتبة كسلطة. نعم جميل. فمثلا إذا وقفنا ويذكر عن آشور بانيبال بأنه كان الوحيد الذي كان يقرأ ويكتب من ملوك طبعا بابل. نعم، من ملوك بابل أو ملوك الآشوريين. وبالتالي يذكر على أنه إشارات أيضا كتابية، فهذه تعتبر فعلا سلطة. مثلا ينظر توماس كارلايل إلى أن المكتبات ينبغي أن تتوفر في كل مكان وفي كل منطقة كما توفر بعض الأشياء، ويتساءل لماذا لا تكون هناك مكتبات في كل مكان مثل ما هناك سجون. نعم، مثلا يتساءل لما لا تكون هناك مكتبات مثل ما هناك سجون. ونحن نتساءل أيضا في زماننا هذا أن هناك كثرة بناء بعض المشاريع كالمساجد مثلا مع أهميتها، نحتاج أيضا وجود مكتبات على الأقل في كل ولاية بهذه الطريقة. جميل. وطبعا لأهمية المكتبات كسلطة، الولايات المتحدة كانت توجد فيها سلسلة من المكتبات تعرف بالمكتبات الرئاسية، وفي فرنسا أيضا كتب اعترافات ومذكرات سرية بيد قادة سياسيين بارزين يعني كتبت. وهناك نقطة في هذا قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر أيضا أنا شدتني، اللي هو رجل أعمال يعني هو يعتبر أشهر من أدرك سلطة المكتبة والمعرفة، اسمه أندرو كارنيجي، تبرع بمبلغ ضخم للمكتبات المجانية. صحيح. لدرجة أنه مانجويل يقول أنه ساهم ل2500 مكتبة في عدد كبير من البلدان التي تتحدث الإنجليزية. بالفعل. جميل، دعنا إذن ننتقل إلى عنوان آخر من عناوين المكتبة في الليل. المكتبة عامل مصادفة التي أشارت إليها قبل قليل أثناء عرضك. كيف تصبح المكتبة عامل مصادفة؟ ذكر أن أمبرتو إيكو يجب أن، عن عبارة أمبرتو إيكو، أنه يجب أن تحمل المكتبة الصفات اللامتوقع والمصادفة وسوق البراغيث. طبعا المكتبة عامل مصادفة أن تحرك في الإنسان نفسه، تحرك النفس، تحرك العقل، تتجمع في تشكيلات غير متوقعة. بمعنى الكتب يعني قصدك. نعم الكتب، وكذلك العبارات تتجمع في نفسه فتذكره بعبارات أخرى في كتاب آخر أخرى، فيربط بين بعضها بعضا، تكون سلالات يعني كما يعبر سلالات غير مسجلة من المعلومات، من العبارات، من الكتب، حتى سلالات الكتب. قد تجد كتاب معين في هذا الزمن له سلالة في كتاب آخر قديم، في كتاب آخر قد يكون كذلك. القصص، تشابه القصص وفيما بينها. جميل. يعني طبعا ضرب مثلا انه ما قد تكون هناك علاقه بين روايه دون كيخوتا بهكلب ريفن، يعني ان يكون علاقه بينهم مثلا. نعم يعني. بالفعل. جميل. دعنا نقفز على بعض، يعني هو تكلم طبعا عن المكتبه كورشة عمل، وتكلم أنه في الكتاب دائما يتخذونها كورشة، واستشهد بفيرجينيا وولف التي كتبت فيها غرفة تخصص الأمر واحدة في مكتبتها. وأيضا ضرب أمثلة ببعض الكتاب مثل دون كيخوتا، هذا الرواية هذه لسيرفانتس كتبها في المكتبة، وتحدث عن بورخس. لكن سنقفز على ورشة العمل ونتحدث عن المكتبة كوسيلة بقاء. نعم أستاذ سليمان، قبل أن نقفز إلى المكتبة كوسيلة بقاء في المكتبة ورشة عمل، أعجبني كلامه حول جلوسه يعني في مكتبه، في مكتبته حينما يجلس مثلا يكتب، وماذا ينبغي أن تكون هذه ورشة عمل، على ماذا تحتوي لكي تحرك الذهن وترجعه تارة إلى التاريخ وتارة تأتي به إلى الحاضر. يقول في مكتبي كنت أحتاج أيضا لتعويذات معينة تغمر منظرتي لسنوات طويلة، أداعبها بذهول،
وأنا أستدعي الكلمات حين أكتب. كان علماء من عصر النهضة ينصحون بالاحتفاظ بأشياء مختلفة في المكتب، أي المكتب الذي هو للكتابة الكتب. هذه مثل ماذا؟ قال مثل آلات موسيقية وفلكية لإضفاء التنوع والهارمونية على المكان، أشياء نادرة من الطبيعة مثل حجر ذي شكل غريب وقواقع ملونة وبورتيهات لسانات جيريوم القديس الحامي للقراء. نحن هم هذا حسب معتقده طبعا. يقول لقد اتبعت نصائحهم إلى حد ما، وسط الأشياء التي على منظرتي حجر، وضع حجر صابون على هيئة حصان، ووضع بعض الأشياء لكي تحرك نفسه في هذه الورشة العمل وتثيره للقراءة. نعم، والحين أعود لسؤال المكتبة كوسيلة بقاء، أيضا تحدث عنها، ما نقول يعني تحدث عن الكتب والارتباط بها لدى مثلا المساجين، لدى كثير من الناس الذين يعني لاذوا بالكتب والمكتبات كوسيلة بقاء. طبعا هناك مثال هو ذكر في الولايات المتحدة لكون القراءة وسيلة بقاء، وهو جعل تعلم القراءة مستحيلة على السكان السود، تعود إلى الأيام المبكرة للعبودية في الولايات المتحدة. ففي سبيل منع العبيد من التمرد كان مهم أن يبقوا جهلة لكي لا يتعلموا ويستمر بقائهم. إذا ما تعلم العبيد يعني القراءة فإنهم سيجادلون ويصبحون على اطلاع على الحجج السياسية والفلسفية والدينية وإلى آخره، وبالتالي تلغى العبودية ويكون لهم بقاء أقوى. فكانت هذه السياسة متبعة في الولايات المتحدة، وقد تجعلهم هذه القراءة يثورون ضد أسيادهم. نعم، هذا من جهة، لكن من جهة ثانية مثلا ضرب مثال أنه القراءة كوسيلة بقاء لدى المساجين في مثلا معسكرات الاعتقال في بيرغن بيلسن. نعم، يعني أنه في نسخة من رواية الجبل السحري لتوماس مان كانت تتداول بين المساجين، كل واحد يعطيها للآخر، لدرجة أنه يعني يعني كلهم أحدهم يصف أنه أفضل أوقات، واحد من أكثر الأوقات بهجة في ذلك اليوم حين مرر أحدهم الكتاب إلي، كل واحد مسموح له يقرأ ساعة فقط في هذه الرواية. بمعنى أنه كانوا يقضون وقت السجن كذا في القراءة، فكانت القراءة كوسيلة بقاء. بالفعل هي وسيلة بقاء في كل الأزمنة بالفعل، يعني أكيد. لا ينكر أحد هذا أكيد الأمر. والحديث عن هذا الكتاب ممتع بكل فصوله يعني المتعددة، ولكن للأسف لا وقت أو لا مزيد من الوقت لدينا. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد النوفلي على هذا العرض لكتاب المكتبة في الليل للكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل، الصادر في ترجمته العربية عن دار المدى السورية بترجمة عباس المفرجي. وشكرا لك أستاذ سليمان على شكرا. هذا الحوار. غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وحمد بن سعيد الحبسي.